في فيلم نزل لي اسمه خسسني شكرا، عاملة فيه بنوتة تختوخة بتحاول تخس بأي طريقة، حاجة لذيذة جدا إن شاء الله يا رب تعجب الناس. أخرجه وائل عبد القادر، وفي بيتعرض لي دلوقتي سرايا حمدين، أنا وسامح حسين ومحمد ثروت ورندا البحيري، في عاملة فيه بنوتة كده بتحب السرقة وحاجات كده لطيفة، شخصية كوميدية أول مرة أعملها والحمد لله ردود الأفعال كانت حلوة قوي. وبحضر لفيلم اسمه جاكوزي للمؤلف أيمن عبد الرحمن. بس تمام، عملك في اعمال في المسرح الفتره الجايه او بتفكري حاجه في المسرح؟ ايه المسرح يعني؟ لا مسرح، ما انا دلوقتي مركزه في الحاجات اللي بتتعرض عليا رمضان وبقرا حاجات كتيره، فالشغل دلوقتي اكتر اهتمام برمضان، لكن مسرح مش قوي بصراحه. اخترتي يعني استقريتي على؟ لا لسه ما استقريتش على حاجه. من ضمن الاعمال اللي انت رفضتيها يعني؟ لا ما ينفعش. مش تمام. طيب تهنئة خاصة؟ لا مش عايزة والله اتكلم في سواء اغنية بشرة لمحمد رمضان ولا محمد رمضان. اشتغلتي معاه، كلميني اكتر، هل هو يستاهل؟ لا هو يستاهل طبعا، كلنا بنحبه، ايه المشكلة؟ كحد من الجمهور يعني فعلا يتحب، يعني هو ناس كتيرة بتحب رمضان ايا كان، ليه اخطاء ملوش اخطاء، بس هو فنان موهوب. تمام. انت مع الهجوم اللي عليه سواء كان من بشرة او خالد عبد العزيز او ايا كان؟ والله كل واحد ليه حق الرد، يعني هي او اي حد حابب او حابب يواجه ما يواجهش، كل واحد حر. ما ممكن في يوم من الايام نرمين تهاجم حد في المسرح؟ لا عمري ما هاجم، ماليش دعوه. كلمه اخيره لسنه 2018 بتحتفليها؟ لا عايزه اقول 2019 هابي نيو يير، وان شاء الله سنه حلوه عليكم. ميرسي.